حديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع. انضموا إلينا الآن الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي. أستاذ شمان أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. أستاذ شمان، إذا تم الإعلان والموافقة على تمديد لبرنامج استدامة وحماية حتى منتصف العام المقبل، سؤالي هنا ولكي تكون الصورة واضحة لكل المتابعين، أستاذ شمان، ما الذي اختلف بالنسبة للمنشآت والأفراد المستفيدين من استدامة أو حماية في نصف العام المقبل عما كان عليه في هذا العام؟ هل هنالك أي أسس أو معايير أو شروط أخرى؟ تفضل. أسعد الله مساءكم أخي الكريم. الحقيقة اليوم صدر بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم 52 والمتضمن تمديد برنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدل لنهاية شهر حزيران. الجديد في هذا الأمر أن برنامج تعافي الذي انبثق عن برنامج استدامة توقف العمل به أو سيتوقف العمل به في نهاية هذا الشهر، وستبقى المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدل مستفيدة من هذا البرنامج لمدة 6 أشهر أخرى. أما بالنسبة للدعم الذي سيقدم من خلال برنامج استدامة المعدل فسيبقى كما هو، سيخصص للعامل 85% من أجره، يدفع منها البرنامج 80% في حين تدفع المنشآت 20%، في حين سيخصص للعامل من المستفيد من برنامج استدامة الأساسي 100% من أجره، 60% يدفعها البرنامج و 40% تدفعها، 60% يدفعها البرنامج و 40% تدفعها المنشأة. طيب أستاذ شمان، ماذا بالنسبة للمنشآت الأكثر أو الأكثر تضررا من جائحة كورونا؟ هل اختلف عليها شروط أو معايير؟ هل هنالك مثلا شركات كانت منضوية تحت هذه أو تسمى منشآت أكثر تضررا ولن تشملها ما يسمى باستدامة المعدل؟ سيدي العزيز، استدامة المعدل يشمل المنشآت الأشد تضررا في الجائحة، في حين يشمل برنامج استدامة الأساسي المنشآت المتضررة. فعلى سبيل المثال المنشآت السياحية، ونذكر هنا في هذا الصدد مكاتب الحج والعمرة، ستكون مستفيدة من برنامج استدامة المعدل، وكذلك الأمر الفنادق والمطاعم العاملة في منطقة البتراء، هذه كلها ستبقى مستفيدة من برنامج استدامة المعدل، في حين أن المنشآت الأكثر تضررا في الجائحة ستبقى مستفيدة من برنامج استدامة الأساسي. طيب هنالك أيضا نقطة غير واضحة أستاذ شمان، هو لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم في منشآت القطاع الخاص عما كان عليه في عام 2021، وضح لنا هذه النقطة تحديدا. وإن لم تلتزم بعض المنشآت بهذا الشرط لن تستفيد من استدامة معدل مثلا؟ سيد العزيز، دعني بداية أذكر أنه صدر سابقا بلاغ عن دولة رئيس الوزراء نص على عدم جواز انخفاض أجور المؤمن عليهم في عام 2021 عنها في عام 2020، وكان الهدف من هذا البلاغ هو حماية أجور العاملين الخاضعة للضمان الاجتماعي، خاصة من يصرف له بدل عمولات، وهذه العمولات نتيجة ضعف الأنشطة الاقتصادية وانعدامها في بعض الأحيان انخفضت كثيراً، فكان الهدف المحافظة على أجور العاملين. في هذا العام أيضا هنالك ما زال آثار لجائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تم تكرار هذا الحكم بحيث لا يجوز أن تنخفض أجور العاملين في 2022 عنها في 2021. ولكن الجديد في هذا الحكم أن البلاغ أعطى للمؤسسة صلاحية إصدار أسس لاستثناء بعض المنشآت وبعض العاملين فيها، حيث كشفت التجربة العملية لتطبيق البلاغ السابق أن هنالك انخفاضات على الأجور طبيعية وناتجة عن نقل بعض الموظفين من وظيفة إلى أخرى، وبالتالي انخفاض العلاوات التي يحصلون عليها. فالحكم في هذا البلاغ كان أكثر مرونة وسمح للمؤسسة أن تتخذ إجراءات في حال تبين لها أن انخفاض الأجور
ناتج عن أوضاع طبيعية وليست مرتبطة بجائحة كورونا. ولكن لديكم معايير دقيقة فيما يخص هذا الاستثناء أستاذ شمال لكي لا يظلم بعض الموظفين الذين قد تقل أجورهم بحكم تبعات أزمة كورونا، قد تستغل بعض المنشآت هذه الاستثناءات لمصالحها مثلا؟ نعم سيدي، كما قلت لك البلاغ منح المؤسسة صلاحية إصدار أسس لهذا الموضوع، وسيتم إصدار هذه الأسس بكل عناية ودقة بحيث تضمن المحافظة على أجور العاملين وعدم إلحاق الضرر بأصحاب العمل والمنشآت من جهة أخرى. طيب أستاذ شمال، نحن نعرف أن هذه البرامج التي تأتي من قبل الضمان الاجتماعي كان لها دور بارز في تقوية كل القطاعات الاقتصادية في المملكة في ظل جائحة كورونا وتداعيات هذه الجائحة منذ شهر 3 من العام الماضي وحتى هذا اليوم، نقترب من عامين من هذه البرامج. كم هي التكلفة وحتى المتوقعة والمرصودة حتى شهر حزيران من العام المقبل ببرامج الضمان الاجتماعي، كم تكلفتها؟ نعم يا سيدي، سبق وأن أعلنت المؤسسة أكثر من مرة عن تكلفة هذه البرامج التي تجاوز 600 مليون دينار، ولكن إذا تحدثنا عن برنامج استدامة على سبيل التحديد فقد بلغت التكلفة المبالغ التي تم صرفها حتى هذا اليوم 180 مليون دينار، كانت منها 92 مليون دينار مساهمة من حكومة المملكة و60 مليون مساهمة من المؤسسة، في حين ساهمت وكالة الإنماء الأمريكية بدعم لهذا البرنامج بلغت قيمته 28 مليون. ولكن دعني هنا أن أوضح أن جميع برامج الضمان الاجتماعي والمبالغ التي صرفت هي مبالغ صرفت من صندوق التعطل عن العمل، وهي حسابات ادخارية للمؤمن عليهم نظرا للظروف التي عانوا منها في ظل جائحة كورونا، تم صرفها باستنادا لأوامر الدفاع التي صدرت عن دولة رئيس الوزراء، كما تم صرف العديد من السلف من خلال برنامج مساند ثلاثة المتعلق بصرف تعويض دفعة واحدة أو سلفة على طيب. حساب تعويض الدفعة الواحدة، وبرنامج تمكين اقتصادي واحد، وهي جميعها مستردة. طيب أستاذ شمان بشكل سريع ولكن قبل أن أنهي، هذه الأرقام التي ذكرتها تشمل حتى ما هو متوقع أن يصرف حتى منتصف العام المقبل أم هذا لم يتم حصره حتى الآن؟ لا، هذا يعني هنالك كما اطلعتم في البلاغ هنالك الحكومة خصصت 20 مليون دينار لدعم برنامج استدامة للمدة الجديدة، بالإضافة إلى أن المؤسسة ستساهم ب50% من هذه المبالغ وبقيمة 10 مليون دينار. طيب أنا بدي أشكرك جزيل شكر أستاذ شمان المجالي الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعطيك ألف عافية، شكرا على كل هذه التفاصيل.